الآن من طريق المحمدية المؤدي إلى منطقة الشفا في الطائف، بندور على صور جميلة أو بنشاهد اللي التقاطها في ما شاء الله السماء الآن زرقاء مع طبع على الأمطار والجو الجميل. فاستخدمت البولاريزنج فلتر اللي هو عادة يستخدم لإزالة الانعكاسات من على الأسطح بالذات المائية، لكن ممكن يزيد التشبع اللوني، فاستخدمته للتصوير. فحشوف كيف حتكون الصور. وما شاء الله طريق المحمدية طريق جميل جدا، يعني أي شخص جاي من جدة إذا سلكه على طول بيطلع على الشفا إذا كان هذا هدفه الشفا مباشرة. سبحان الله، يعني كان طريق طول أثناء تجهيزه وكان مهجور، لكن أنا ما شاء الله زحمة وشايف ناس كثير طالعة منه، فسبحان الله. يعني إحنا طلعنا قبل 8 سنوات تقريبا كان غير معبد وكانت مغامرة يعني، لكن الحمد لله إنه بيساعد الناس إنها توصل على طول على الجو الجميل في الطائف.